عليكم. اليوم غادي نشوفو تتيمة ديال الدرس لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت الصفحة 193. قبل ما نبداو انجاز هاد الصفحة ما تنساوش تدعموا القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونبداو بالسؤال رقم 1. Je m'entraîne pour chaque phrase coche la bonne réponse. Alors, هنا عندنا 5 phrases, غادي نشوفو كل واحدة غادي نكوشيو ليها لا بون ريبونس واش ديسكور ديريكت ولا ديسكور انديريكت. وكيف شرحت لكم في الحصة السابقة باش تفرقوا ما بين ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت هو ان ديسكور ديريكت كتكون فيه هاد كليك يومين. هادي كأسهل طريقة باش تفرقوا بيناتهم هادو هما لي غيومي. الوغ tu peux aller avoir le film si tu as terminé tes devoirs, dit papa. Alors, يمكن لك تمشي تشوف الفيلم ملي تسالي تي دوفوار ديالك يعني التمارين ديالك اللي عطاوك الاساتذه. دي بابا يعني قالها سون بابا الاب ديالو. اذا هنا كاين لي غيومي الوغ هنا اوتوماتيكمون كنديرو ديسكور ديريكت. Mon frère me demande de lui montrer l'histoire que je l'ai, que j'ai lu, pardon. Hna ma kaynch li guillemé, alors discours indirect. Bach nchrah likom had la phrase bel arabia. Mon frère me demande de lui montrer l'histoire que j'ai lu, yani l'akh dialy tlab menni bach nwerih l'histoire, yani l'qisas اللي قريت. لارتيست بانتر برومي دو مو دوني دي بانسو يعني الرسام وعدني باش يعطيني هادوك دي بانسو داك الفرشات اللي كيرسم بهم. الوغ هنا ما كاينش لي غيومي اذا ديسكور انديريكت. فوتو ماكومباني او سيرك يعني واش غادي تديني واش تبغي تديني السيرك. دوموند حسن A Saïda, هنا كاين لي كيومي alors discours direct. Maman demande à quelle heure commence le spectacle. Yani la maman demande à quelle heure yani وقت الحفل يعني امتى معاياش غادي يبدا هاد لو سبيكتاكل. هنا كاين aussi les guillemets, alors discours direct. On passe à la deuxième question. Recopie les phrases en les transformant en discours direct. Alors, هنا عندنا trois phrases. كيف ما كتلاحظوا بان هاد لي فراز هاد الجمل هادو بثلاثه ما فيهمش لي غيومي. Alors automatiquement كنقول بلي راهم ديسكور انديريكت حيت ما كاينش لي غيومي. المطلوب منا هو اننا نحولوا هاد لي فراز هادو للديسكور ديريكت يعني نزيدو لي غيومي نقسمو لا فراز. هنا كاين فراز وحده خصنا نرجعوها دو فراز. الوغ لا شونتوز برومي او سبيكتاتور كو لا فيت سورا اكسيلون يعني المغنيه كتوعد الجمهور باش ان هاد الحفل غادي يكون رائع جدا. المكان اللي كنقسم به لا فراز هو كو هي اللي كتبان ليا بان راه كاينه دوزيام فراز هاي كو اذا نكتب لا شونتوز حتى نوصل الكو. لا شونتوز برومي au spectateur ما كنكتبش مزيان لحقاش التليفون بيد وكنكتب بيد سبيكتاتور. هنا كنوقف لان تسالات لا فراز كاينه كو كندير دو بوين وكندير هادوك لي غيومي وكنكمل لا فراز لا فيت sera excellent.
Excellent. L'anglais, excellent. Alors, on passe à la deuxième phrase. Elle assure que tout sera bien. Hna kadhalika, on a la phrase l'oula. Il assure ou qu'on dire deux points. Qu'on s'en que qu'on a. On dire guillemets, on kemmel la phrase sera bien réussi. Voilà, on cite les guillemets. L'animateur rappelle qu'il faut parler doucement dans la salle des répétitions. Il y a de l'animateur qui est de Karnabi et Nanas dans la salle des répétitions. Kadalik, l'animateur rappelle ou qu'un tir deux points quatre salariés dans la phrase là guillemets elle faut parler doucement et au la salle dans la salle des répétitions. Voilà. Normalement, je m'évalue. Voilà, c'est pas au maillet, parce que là, monsieur Fhal, السؤال اللي قبل هنا قلنا كنمشيو الكو كنحيدوها وكنقسموا لا فراز ونديروا دو بوان ونديروا لي غيومي الوغ هنا لانفيرس يعني غادي ندوز من ديسكور انديريكت لديسكور ديريكت ري يكري لي فراز سويفون او ديسكور انديريكت هنا كاين اللي غادي يجي وغادي يقول لي عندنا مثلا لا فراز الاولى ما سور مو دوموند veux-tu m'accompagner demain au théâtre وغادي يجي ويحيد هاد لي غيومي دو بوان ويدير لينا هاد كو ويقول لي هكا فهمت يعني غادي يجي حنا فنايا حيدنا كو ودرنا لي غيومي ولي دو بوان كينا لي غادي يجي وغادي يحيد هاد لي غيومي ويدير كو هنايا ويقول لك صافي الصلاة على النبي وحنا سالينا لا هنا كاين تغييرات هاد كو كنديروها ملي كتكون عندنا واحد لا فراز افيرماتيف عادية كاينش كيستيون هنا عندنا كيستيون سؤال Ma soeur me demande, veux-tu m'accompagner demain au théâtre? يعني الأخت ديالي طلبت مني أنني نرافقها غدا للمسرح. هذا سؤال. veux-tu يعني واش ترافقني غدا؟ ملي غادي نحولها من الديسكور دي انديريكت للديسكور ديريكت، ألوغ نبداو بعد البداية، كنخلي البداية هي نفسها. Ma soeur me demande ونوقف نحيد هاد دو بوان و لي غيومي وملي كيكون عندي السؤال ما كنديرش كو كندير سي سترولات سي في الكيستيون كنكتب سي داير لي هنا فو تي ما كومباني دومان او تياتر ما تبقاش فو تي ما فو تي غتولي جو Je veux. Ma soeur me demande si je veux. Yani, t'albat menni, ors dieli, si. Wesh naqdar, si je veux l'accompagner. Ma tibqash m'accompagner. L'accompagner, hit had el hadi kat'oud ala l'okht. Yani, naqdar narafqha. ونكمل لا فراز دوما او تياتر فوالا وكنحيد السؤال الوغ التغييرات اللي وقعوا هما هادو نسطرت عليهم سي تي ولات جو
ام ولا طلع. ندوزو الجملة أخرى كذلك. Mon professeur me demande as-tu appris le poème. Alors نبداو la phrase حتى نوصلو للتغيير. Mon professeur me demande. أستاذ ديالي طلب مني سولني واش حفظت لو بويم نص شعري. Alors, as-tu appris le poème? قلنا نحيدو هاد لي غيومي وهنا عندنا كيستيون. يعني قلنا ملي كيكون الكيستيون كنديرو سي. سي. هاد tu لي جو كذلك. باردون عندنا الباسي كومبوزي يعني جي. هنا tu يا جي كنكتبو جي في البرونون بيرسونيل. عندنا جي ابري لو بويم. كنتمنى تكون الفكرة وصلت. نمر للسؤال رقم 2. ريكري لي فراز سويفون او ديسكور ديريكت. يعني نولي نكتب هاد الجمل في ديسكور ديريكت حيت هو ديسكور ان ديريكت حيت كاينه فراز وحده. الوغ نبداو بالجملة رقم 1. الجملة ا il lui dit d'arriver toujours à l'heure. الوغ كنا قبيله في سي وفي اللي قبل كانت عندنا كو. لاحظوا معايا هنا ما كاينه لا كو لا سي. إذن هنا ميثود أخرى طريقة أخرى. لاحظتوا عطلقوا بلي عندنا دي. إذن قلنا ملي كتكون كو كتكون لا فخاز أفيرماتيف جملة عادية. سي كتعني بأن عندنا سؤال ودي كتعني بلي راها فخاز إمبيراتيف يعني كاين واحد لوتر واحد الأمر. Il lui dit كندير نوقف في الدي لأن تسالات الفخاز الأولى وندير دو بوان وندير الجيومي ديالي ونعطي الأمر. Arrive toujours à l'heure. Arrive toujours à l'heure. Ahmed demande à son père si les invités sont arrivés. لاحظوا معايا كاينه هنا سي. الوغ la phrase اللي غادي تكون هنا ديال الديسكور انديريكت غادي تكون جمله استفهام يعني سؤال. احمد demande à son بير ثلاث الفخاز الاولى ندير جوج النقاط يومي وهنا نسول اسكو سؤال ندير السؤال اللي بغيتي اسكو لي زانفيتي سون اريفي. Est-ce que les invités sont arrivés? On dit à la mastifin les guillemets. Soit la comptabilité écrit deux phrases de ton choix, une au discours direct et l'autre au discours indirect. Juste dire le jumel, ou un discours direct ou un discours indirect. D'accélébrina, il a dit. Guillaume. J'ai fait un long chemin. Point. Guillaume est direct. Deuxièmement, la phrase indirecte.
Maman a dit que nous achèterions des légumes pour l'eau. Alors elle dit indirect. وهكذا نكون قد أتممنا حصة اليوم. أراكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.